خالي صبيحة قديش بقيت بالمشفى؟ 3 أيام بس، ما قبلوا يخلوها أكتر من هيك. خلينا نفيقها بقى. معلش خليها نايمة مرتاحة، نحنا بنبقى منشوفها بعدين، مو مشكلة. عم بتضل نايمة طول النهار وبالليل بتقلق، بتحكي مع حالها طول الليل يا حرام. وبتحكي مع علي؟ بتسهر لحتى يجي موعد الآذان، وأحياناً ما بتقدر تنام لحتى يطلع الضوء. والله وضعها مو مطمني أبداً. بالبداية كان ذاكرتها منيحة وماشي حالها، بس هلأ بصعوبة لتتعرف على حدا، عم تخربط كتير. تخيلي هي طول الوقت عم تسأل عن علي، اتصل فيكم، اجا لعندكم، ليش ما عم شوفه؟ كل الوقت عيونها على الطريق وعم تستنى. منيح انكم ما قلتوا لي شي. حتى لو خبرناها رح تنسى بسرعة. ما بتوقع لو خبرتوها حالتها رح تسوء كتير. من إلا مشغول ومو فاضي، بس هي ما بتقتنع. مسكينة. مخبية صور خطبتكم تحت ثيابه وما بتشيلهم أبدا، وكل شوي بتمسكهم وبتبوسهم، وبتصير تقول اشتقت لكم. وأنا كمان اشتقت لهم. يا ريت تكتر زياراتك لعنا يا نعمات. ما عندكم رحلات جوية لعنا؟ جوات البلد رجع بتكون بنفس اليوم، يعني منروح ومنرجع فورا. الله يخلي مهند ما خلاني اجي لحالي، عن جد مهند ما في منه، دائما معذبته معي. لا تقطعونا ابدا. من زمان ناوي اجي لهون مشان اشوفكن، بس كنت مشغول كتير وما صار معي وقت غير هلا. بترجاكن لا تواخذوني، ولما فضيت نعمات وصار في عندها وقت اجينا لهون فورا. كثير منيح، اهلا وسهلا فيكم. قالوا لنا طلقت مرتك. واخيرا طلقت. مبروك لكان. شكرا. من فترة حكيت مع ابوك وهو قال لي ضايقنا مشانك. زواج اسمي ونصيب. لقينا هيك احسن إلنا اتنيناتنا. يلا نام حبيبي. سمعتوها؟ نام مثل العادة عم تحكي مع علي. ايدي كتير عم توجعني، لا تنام عليها. مرت عمي شوفي مين اجا لعندك. كيفك خالي؟ علي إلك ساعة عم تشتغل، ساعة كاملة وبعدك ما خلصت صينية واحدة، لك شو هذا يا؟ هيك ما بيمشي الحال، لازم تركز أكتر وما يروح فكرك لا لهون ولا لهون، وتشتغل من قلبك. شغلك هاد ما بيسوى. شو يعني أنت عم تلعب فيها يا ابني؟ اتركها، مو معقول. شو أنت ني؟ لك بعد هيك بعد بعد، إذا ما اشتغلت بإيدي ما بيمشي الحال. شو مشيت الطلبيات؟ ايه مشيت أنا معلم. وأنت التاني هيك الناس بتحط الصينية؟ العمى ولو شو هاليوم المنحوس هاد؟ والله مو معقول هيك. روح جيب خرقة بسرعة. مين منكم يلي حاطط الزيت هون؟ احكي. مو انا يا معلم سامي. لا ترد جواب، خلاص مساح الارض لشوف. طلع فيي، اذا برجع على المحل وبلاقيك لسه ما خلصت بتحمل اغراضك وبتروح. كله من غبائكم، الزيت نزل على بنطلوني. لك يخرب بيوتكم. وهلا كيف بدي روح بهالتياب الوسخة؟ رح غير البنطلون.
ايه يا سامي بيك، ولو خبيت الصور ما رح تقدر تلغيني، الحقيقة ما بتتغير. وحياة عيونك يا سامي بيك، أنا موجودة بكل مكان. طبعا تكرم عينك، بس قلي لي شو اسمه الدواء. وقفي لحظة، خليني جيب ورقة وقلم. وقفي، يلا نازل جيبهم من تحت. خبريني كيف صرتي، تحسنتي شوي؟ صوتك مبين عليه تعبان. ايه سلامة قلبك، أنا قلقان عليك أي نور. شو هالحكي؟ تأكدي إني رح أبقى جنبك. أعطيني اسمي، يلا عيدي لي الاسم الأول. كاستامون إزمير. إيه ماشي ماشي، إيه عرفته لهذا الدواء، ولا يهمك. خلص خلص ماشي ماشي، هلأ بجيب لك إياه. اسمعي، روحي نامي وارتاحي هلأ، لا تتحركي لأجي. ماشي، أنا رح أعمل لك شوربة. طيب اتفقنا، لو بتعرفي قديش عم اشتاق لك وعم فكر فيكي. يلا بشوفي. آخ آخ يا ريت انضمت شركتكم للمجموعة، كنت رح كون مبسوطة كتير بهالشي. مع الأسف مستحيل يكون في مكان بهالشركة الفخمة والكبيرة لشركتنا المتواضعة. بس أرقام الميزانية ما بتدل على هيك شي، لو بتشوفوا الخط البياني للمبيعات كيف أخذ شكل عمودي. جان دير بالك إذا ميلدا ناوي تساوي شغلة ما بتتراجع بنوب. بس أنت كمان بتعرف إنه قراري نهائي. كأنه شريكك مو مبسوط أبدا من اللي ساوينا. مثل ما بتعرفي قطمان أوغلو شركة مستقلة وقوية كتير كمان. حلو كتير، ومشان هيك رح تكون هاي الشراكة قوية أكتر. شو عم بيصير هون؟ مرحبا مدام، نحن جايين بمهمة نيابة العامة، عم يحقوا بقضية عمر بيت مدام لهم. أي قضية أصدر؟ خير، شوفي بكم أسبوع خلصتوا كل التحقيقات اللازمة. مرحبا، أنا مؤيد تكين أوغلو. أهلي. مرحبا نهى خانو، فيك تروحي على مكتبك، أنا رح أحكي مع الشباب. إيه شو القصة؟ السيد عمر ادعى إنه سلاحي اللي التقى بالسيارة مو له، هو متأكد إنه في شخص حطه بسيارته مشان يورطه أو ليتخلص منه لشي سبب معين.